من أوثق عرى الإيمان. كأمنة بطام تنكر جمد بلو مالت الحب في الله والبغض في الله. لا الله بلو موجد لا الله بلو متلاذ. نحب أهل الإيمان. يا إيمان وين يا أمنة بعربيتوشن إن فكرات شوال النور دات شوال. ونرى أن محبة أهل الإيمان دين يتقرب به إلى الله. يا إيمان بعربيتوش مؤمنوشن موجد ودع الله سبحانه وتعالى يمنك عربيت عنده يدينا كالبلن النام لال. ونبغض أهل الكفر والضلال. يكهدتنا يتمت باربيتوشن دمون تلال. جاء رجل لابن عمر رضي الله عنهما عندك اللي سبود ابن عمر متى قال إني أحبك في الله أني لا الله بي ودها اللوالة قال وأنا أبغضك في الله أني دمو لعلها بي نمتألها قال ولما لا من دنو صدق صحابة صدق عندهم ونصح للأمة لا يغش الأمة صحابة تفترواتشو ونتنيوش حق انيوش ناتشو مشفافونت ميدبكو تنقر سلامي ما قال هذا حتى الناس يقولوا عنه كذا لا قال هذا نصحا لهذا اينن يتنقربت مكنيات لا هبرت السابو نصحنو مكرنو سوون بيوقوني عند الله سابو قال ولما لا من دلنا يطلها نيال قال لأنك تلحن في أذانك وتأخذ عليه أجرا يعني الأذان بالألحان ويؤذن ليس لله إذا يعطوا راتب يؤذن لا يعطوا راتب لا يؤذن نعم أذان تاجر قال له بأذان دقمو دموز تكبل له لابد أن نحب أهل الإيمان نحب علماء السلف نحب الأئمة نحب كل موحد يا أمنة بعربيتوشن موداتشن كروتي اللوم يقد مودات اللبن يتويد بعربيتوشن مودات اللبن يسنة بعربيتوشن مودات اللبن نبيل الشيخ بن باز رحمه الله تعالى دخل إلى مسجد شيخ بن باز رحمه الله تعالى ودول المسجد قبل المؤذن أذن بالألحان الحان ما المعلم يعني على السلم الموسيقي يعني بزيمة المهم أنا لا أدري بزيمة ويندمو بترو وين الكلاسي أذان هذا نعم ساتس يقبل بترو وين أذان هذا فالشيخ بن باز رحمه الله ماذا صنع؟ شيخ ابن باز من سر وبذا صنع؟ هذا اللي قلنا لك الحكمة في الدعوة إلى الله والحكمة في الدعوة إلى الله هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ماذا صنع الشيخ ابن باز رحمه الله؟ شيخ ابن باز من سر أخذ الميكروفون وأذن. أذان ما أدري كون يأذن راسه أذان هذا الرب. رد جميل. إيه بتام يا مارة ردنا ملشنا. إن المسلم لا يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم الذي يصوم ولا يفطر ويقوم الليل ولا ينام بماذا بحسن الخلق ترو أخلاقنا ترو سنة مكبر لك كانوا ملو صومو ندزين دمو ليلتو ملو ندميكم مصوج بس درجانا يعلوت هل تستطيع أن تصوم الدهر ولا تفطر عملت ملو كان يصومك ليلت ما قمت تشل على الهوي عمت ملهول كزي ما لك هل تستطيع أن تقوم الليل ولا تنام كل العام ملو ما ملو عمتون ما لك ليلت يقومك من نقر ساعة تنيا هين تشل على تستطيع بشيء يسير بكلش نقر تشل على حسن الخلق باتروسنا مدبار هين درجات هاقية ولا الكلمة خارجة منك خارجة كانت كافي يوتاش قال كوتاش وتاش يعني أنت ستتكلم ستتكلم أنت تناقر على تناقر على يا أخي تكلم بكلام طيب سلازي تروي ولا نقدر تناقر بقى كنا مرز وما أفضل من أن تتكلم بالكتاب والسنة تنصح تعلم كنقدر يا بلة دمو يا مارا نقدر من دنو بقرآن بسنة دعوة ما درك من ناقر سوتشن ولا تكلم يا منت ما أمتعت يقول الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى بتكبر القرآن وقل لعبادي يعني عبادي. إن كنتم حقا عبادا لله عباد لله أو لا تقول نعم 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 عيد وقل لعبادي يعني إن كنتم حقا عبادا لله ماذا تصنعوا نعم لباروتش بلا بلاتشو تكلنيا باروتش كوناتشو يقول التي هي حسن لا يقول التي هي أحسن أحسن ما لديك تخاطب به غيرك نعم
መሌላውን በጥሩና በአማረ ሁኔታ ማናገረህ ነው። النبي صلى الله عليه وسلم كيف عامل الكفار كهديوچن نبياچن عليه الصلاه والسلام انديت نبر معاملاتو غنيناتاچو انديت نبر بحسن الخلق بتروسنا مغبار نبر ارادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم ليله الهجره يهجرا ليله نبيو صلى الله عليه وسلم لمجدل عصبوا نبر واموال قريش بيد النبي صلى الله عليه وسلم ائتمنوا عليها የቁረይሾች ደግሞ የመካ አጋሪዎች ገንዘብ ደግሞ ከማን ጋር ነው የነበረ? ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘንድ በአማና የተቀመጠ ነበር። አኻዳ ወሰደባቸው እንዴ? እስተሐላ ሐላል አደረጉት እንዴ የካዲዎችን ገንዘብ? ላ ወኢንከ ለዐላ ኹሉቅን ዐዚም አላደረጉም። አንተ ለስነ ምግባር ከፍተኛ የሆነ ስነ ምግባር ያለ ባሪያ ነህ ብሏቸዋል። ላቡድ አን ያራ አህለ አልባጢል ሚና هذا الخلق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ስለዚህ اهل الباطل يهونوا سوت ወይም ደግሞ የተከከለኛ መንገድ ያልተከተሉ ሰዎች ከኛ እንደዚህ አይነት የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባህሪ ሊያዩ ይገባል ነعم